جولة لمحافظي القنيطرة بهدف الاطلاع على واقع مياه الشرب في المحافظة والتأكد من وصولها إلى المواطنين بالمواصفات المثالية. بهدف تفقد واقع سير العمل والمباشرة بالخطة الإسعافية لتجهيز 9 آبار لمياه الشرب في تجمعات النازحين بريف دمشق بكلفة إجمالية تقدر ب 150 مليون ليرة سورية، قام محافظ القنيطرة أحمد شيخ عبد القادر بجولة تفقدية للاطمئنان عن ضمان وصول المياه إلى المواطنين على مدار الساعة. يتم العمل حاليا على إنشاء خزان في ضاحية يوسف العظمى بحيث تتجمع المياه فيه ويتبخر مادة الكبريت ويتم ضخها بدون أي وجود مواد أخرى، بس نؤكد للجميع بأن المياه التي تضخ حاليا إلى تجمع جديدة الفضل هي مياه صالحة للشرب رغم وجود بعض الرائحة الخفيفة التي تتم معالجتها حاليا. كذلك لدينا مشكلة في تجمع أرطوز الظهرة، تم إعطاء توجيهات لمدير المياه للمعالجة، والمشكلة نتجت عن انخفاض مناسيب المياه في آبار التي تغذي التجمع ومن منطقة ريما التي يتم تخصيص التجمع بقسم من مياه الشرب منها. يتم التنسيق مع مؤسسة مياه دمشق والقنيطرة لتأمين المياه في كل تجمعاتنا على أرض المحافظة، وسيكون لنا جولة لاحقة إلى كافة التجمعات. الموظفون بدورهم أكدوا على جهوزية الآلات وعملها المستمر لضمان عدم انقطاع المياه عن المحافظة واستعدادهم للعمل المتواصل لضمان سير العمل. بالنسبة لخان أرنبي المي متوفرة بشكل جيد جدا، والمحركات مشغلة على مدار الساعة، وقت تطفي الكهرباء يصير قطع بالكهرباء بشغلوا محركات الديزل على مدار الساعة. المياه أمورنا بخير والحمد لله، يعني المي متوفرة، بس انقطع الكهرباء عم ندير على المحركات، وامور ما علينا منها بنوب نهائيا. واقع البير محفور البير ل 190 متر، مركب المضخه مركبه على 170، غزاره المضخه بتعطي حوالي 40 متر مكعب بالساعه. احنا البير مواصفاته السابقه هيك كانت، محفور من قبل 3 سنوات، فالسنه هاي وقت التجهيز نجهز حسب مواصفات التجربه البير اثناء الضخ اثناء تجربته اثناء حفره. هلا الغزاره منخفضه شوي، فان شاء الله تعالى بنغير المضخه وبنحصل على مواصفات صحيحه، بنعطي مضخه 15-20 متر مكعب بالساعه، خلال اسبوع بنجهز من احسن ما يكون. يذكر انه يوجد 57 بئرا لمياه الشرب ضمن الخدمه على ارض محافظه القنيطره، وفي تجمعات النازحين تغطي احتياجات اكثر من 41 الف مشترك. محافظ حلب يتفقد واقع عمل المؤسسة العامة للمياه ويطلع على جهود توفير المياه لجميع المواطنين والأحياء السكنية. المنظومة المائية في حلب كانت هدفاً للعديد من الاعتداءات الإرهابية، إلا أن عمال مؤسسة المياه شكلوا جيشاً خدمياً وقفوا في وجه الاعتداءات وتغلبوا على الصعوبات في سبيل تأمين مياه الشرب للمواطنين. الدكتور محمد مروان علبي محافظ حلب تفقد واقع عمل المؤسسة العامة للمياه وقام بجولة شملت المخبر المركزي وقسم المشتركين، كذلك قسم الشكاوى، وتحاور مع عدد من العاملين والمراجعين وناقش مع المعنيين والفنيين الجهود المبذولة لتوفير المياه لجميع المواطنين والأحياء السكنية. كما أكد الدكتور محمد مروان علبي ضرورة إيجاد الحلول السريعة والفورية للتغلب على جميع المشكلات. الواقع هناك بعض الشكاوي من بعض الأحياء، وخاصة أحياء الأشرفية وجامع الرحمن ونافع أسعد والسريان. تناقشنا مع السادة المدراء حول هذه الشكاوي التي جاءت إلينا من بعض المواطنين. الآن السيد المدير والسادة المدراء أجابوا أنهم سيحلوا هذه المشكلة وسيؤمن لهذه الأحياء 140 ساعة ضخ خلال أسبوع. طبعا هذا الأمر إذا قست على بقية الأحياء هو مقبول، لأنه في عملية تقنين موجودة في محافظة حلب نتيجة نقص المياه التي تأتي من الفرات إلى حلب.
مدير مؤسسة المياه أكد على المراقبة الدائمة والمستمرة لمياه الآبار للتأكد من صلاحيتها وتنظيف وتعقيم الخزانات الموزعة في الأحياء والمناطق السكنية، وذلك من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطن. طبعا نحن الخدمات التي تقدم من قبلنا هي طبعا تأمين مياه الشرب لكامل أحياء المدينة. طبعا هناك صعوبات كبيرة بتأمين هذه المياه كون محطاتنا مسيطر عليها من قبل العصابات الإرهابية المسلحة، ولكن رغم ذلك من خلال المنظمات والمبادرات نقوم بتشغيل المحطات وتوزيع المياه على الأحياء من خلال جداول توزيع معينة تنشر على مواقعنا. إن شاء الله نحن دائما نحو الأفضل، هناك خطط دائما لإيجاد حلول لبعض المناطق التي لا تصل إليها المياه، وإن شاء الله دائما نتمنى عودة المياه والسلام إلى هذه المدينة كما كانت قبل عام 2011. مواجهة المخاطر جراء الاعتداءات الإرهابية على عمال مؤسسة المياه وتذليل الصعوبات التي تعترض المؤسسة يعد واجبا في سبيل خدمة أبناء حلب الصامدين في وجه الإرهاب التكفيري. نبقى في حلب، حيث أطلقت غرفة صناعتها وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مشروع أبواب عمل. أطلقت غرفة صناعة حلب بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مشروع أبواب عمل، الذي يهدف إلى تأمين 60 فرصة لجيل الشباب من خلال تدريبهم وتزويدهم بمهارات الحياة الأساسية. تهيئة الكوادر العاملة للورش الصغيرة والمتوسطة بردفة بعمالة، وهالعمالة اللي ممكن تساعد في المرحلة الثانية في نفس الورش بتهيئة كوادر ثانية موجودة فيها. هذا الدورة كانت هي باشتراك مع اليو ان، فعدد العاملين اللي موجودين في الدورة بحدود 60، وإن شاء الله هي بدها يكون إلى مراحل ثانية ومتطورة، وإن شاء الله نردفها بدورات تانية. المشروع يؤمن للمشاركين فرصة للتعرف على إدارة المشاريع والمهن الصغيرة والمتوسطة لتأمين فرص العمل لهم ودعم الورش الصغيرة والمتوسطة بالأيدي العاملة. طبعا بعد تخرج من الكلية يعني في أكثر شركات عم تطلب أن يكون في عندهم خبرة، فهي المنظمة قدمت لنا نحن هاي الخبرة وكثير استفدنا نحن منها. أهم شيء أنه نكون عضو فعال في المجتمع، اجتماعيين، نعرف نشتغل صح على حالنا، نعرف ننظم وقتنا، نعرف شيء صح بأي شيء نديره صح، وإذا أخطأنا مثلا نعرف كيف نقيم الخطأ بحكمة. مشروعنا الهدف منه هو تعليم 60 مستفيد مهارات ومهن معينة في قطاع الصناعي المختلف بمدينة حلب. يعني أفكر أفتح مشروع عمل صغير ببلش بماكينة بالبيت للأهل القريبين، وممكن أتوسع بعدين مع دراستي. استغرق المشروع 3 أشهر، وأقيم حفل اختتام المشروع وتم توزيع الشهادات والمعدات التي تخدم خبراتهم ليتمكنوا من البدء بمشاريعهم وتأمين عيشهم بطرق كريمة. كاميرا الإخبارية ترصد واقع امتحانات آلاف الطلاب الجامعيين في الحسكة والأقسام والاختصاصات الممثلة لها في محافظتي دير الزور والرقة. من كل المحافظات وفي جميع الأفرع العلمية والأدبية اختاروا المستقبل بوصلتهم. أكثر من 30,000 طالباً وطالبة تقدموا لامتحانات الفصل الثاني من الكليات الجامعية في الحسكة والأقسام والاختصاصات المماثلة لها في محافظتي دير الزور والرقة. كاميرا الإخبارية السورية تواجدت في أحد المراكز ورصدت الأجواء. كل التسهيلات، كل مستلزمات العملية الامتحانية كانت متوفرة بشكل كبير جدا، ما قصرت رئاسة الجامعة، وفرت كل ما يلزم للإدارة العملية الامتحانية بشكل صحيح وبشكل جيد. العملية الامتحانية سيرها الفصل الحالي أفضل بكثير من السنوات السابقة، وبالأخص الفصل الثاني للعام الدراسي 2015-2016. السبب جبنا الطلاب لكلية الاقتصاد، في موظفين عم يراقبوا، قاعات كبيرة، مقاعد كبيرة. سابقا كانوا يقدموا بالمدارس، المدارس كانت مقاعد صغيرة وفي ازدحام كثير ومراقبين قلال. نحن نقوم بتأمين الأجواء المريحة للطلاب لتمكنهم من تقديم امتحاناتهم، ونتمنى التوفيق لجميع الطلاب.
نحن لو مو انتصارات الجيش العربي السوري ما نكمل مسيرتنا التعليمية وامتحاناتنا هاي. نتشكر الجامعة ورئاسة الجامعة على الأجواء الامتحانية اللي يقدمونا إياها، الحمد لله مرتاحين فيها، ومن ناحية أي شيء عم يقدمونا إياه نتشكرهم على كل شيء. الأوضاع الامتحانية الحمد لله عم تتم بشكل جيد وبالوقت المناسب، الحمد لله عم ناخذ الوقت اللي نستحقه. إرهابهم ما راح يقوي يعني غير عزيمتنا، وراح نظل مستمرين ونكتب وما احنا خايفين منهم. والله احنا ان شاء الله مستمرين، شو ما يتسوون احنا مستمرين ان شاء الله. ندعي للجيش السوري ان شاء الله بالصبر والقوه ان شاء الله. انا لازم كل الشباب السوري يلتجئ للدراسه، احسن من الدراسه، واحنا عم نقاتل بهذا السلاح. نريد ندرس وناخذ شهادات نتفوق يعني. رغم كل شيء صار على سوريا الحمد لله احنا مستمرين مسيرتنا التعليميه. لا ما في اي صعوبات وكل اجواء مهيئه. يعني احنا صامدون يعني انه لساتنا انه نداوم وهاي بشكل طبيعي ما بي اي شيء يعني. العلم أولا شعار رفعه الشباب السوريون منذ السنوات الأولى للحرب على سوريا ليحققوا إنجازات متوازية مع البطولات التي يسطرها أبطال الجيش العربي السوري في كل يوم.